انهي رسم؟ لا ما دمي ماما مي هو بس عايز اسمها ايه؟ عايز اسمها ماما مي هو كان على الاكل ماما مي لا تقصي بول مي بول صباح الخير، يوم جديد، بداية جديدة، والواحد صاحي من بدري قوي 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 على ابني بيتمرن على قطعة جديدة في الجيتار. فطبعا الصوت في البداية نشاز، النغمات ملخبطة خالص، بس هو ده التمن اللي لازم ندفعه عشان نصل لمرحلة الاحترافية، ان احنا نحاول ونحاول ونحاول. المرة الاولانية مش هتطلع كويسة، المرة اللي بعدها هتطلع كويسة. النهاردة ان شاء الله في وسط النهار يمكن ادخل اونلاين على المكتبة بتاعتنا، انزل البيوغرافي. ايه البيوغرافي اللي هي اسمها ايه؟ السيرة الذاتية لهيدي لامار. هيدي لامار ممثلة امريكية من هوليوود، لكن هي اصلها اوروبي. كانت زمان خالص اول ما طلعت سنة في العشرينات للاربعينات للخمسينات، اعتقد بعد الخمسينات خلاص ابتدت شهرتها تقفل. كانت رائعة الجمال، جميلة جدا جدا جدا، لكن كان فيها عيب خطير انا لمسته كده من الحاجات الصغيرة اللي انا قريتها عنها، انها كانت ست ساذجة. تخيلوا، جميلة جدا جدا لكن في نفس الوقت ساذجة. واول مظهر من مظاهر سذاجتها كان في اول فيلم عملته، وما قريتش شروط العقد كويس قبل ما توقع عليه، واكتشفت ان هي لازم تعمل مشهد عاري. ولما حبت ان هي تتنصل من هذا العقد قالوا لها لازم تدفعي تكاليف الانتاج اللي الشركة تكبدتها، وكمان تدفعي غرامة والكلام ده كله. ووجدت نفسها في حاجة حيص بيس خالص، فكانت اول دخولها للعالم اللي هي عايزة تدخله دخلة زي الزفت. طبعا يعني بعد كده تنبهت شوية للموضوع ده، ولكن برضو بقت بتحط نفسها كل شوية في مشاكل ناتجة عن سذاجتها. هيدي لامار كانت ذكية جدا جدا جدا، لدرجة ان هي ليها براءة اختراع في اللاسلكي، وكانت بتحب الرياضيات. لكن للأسف اعتقد ان هي شهرتها الاكبر كانت نبع من جمالها، ودي حاجة بتواجه سيدات كتير جدا جدا جدا، ان لما يبقوا جميلات ومظهرهم حسن الناس يا اما تطمع فيهم يا اما تتعامل معاهم على انهم اغبياء او حاجة. وده خلاني افكر في فكرة، ان في حاجتين لو اجتمعوا مع بعض يعتبروا نقمة. الجمال مع السذاجة نقمة على الشخص الجميل، الجمال مع الخبث نقمة على الناس اللي حواليه. يعني الشخص الجميل الساذج بيوقع نفسه في مشاكل، بيحط نفسه في مشاكل كتير، ومن سذاجته بيأمن لناس مش مفروض يأمن ليهم، وما بيحميش نفسه. وجماله بيجيب حواليه الطامعين. في نفس الوقت الشخص الجميل الخبيث اللئيم اللي عنده سوء نية، اللي عنده دهاء ان هو كده يحيك المؤامرات وحاجات زي كده، ده بيبقى نقمة على الناس اللي حواليه، لانه بجماله بيجتذبهم وبيجيبهم كده في براسنه، وبخبثه بيبهدل حياتهم. فيعني ربنا يحمينا من النوعين. فحبيت بس اصبح عليكم واقول لكم على النهارده كده الفكره اللي انا صاحيه بيها.
اللي هي الجمال مع السذاجة والجمال مع الخبث. وهيدي لامار لما اجيب البيوجرافي بتاعتها هبقى اكلمكم، يعني اكيد هتعلم منها حاجات. اعتقد ان الكتاب اللي انا بقرا فيه دلوقتي ايميلي بوست اللي هو الاتيكيت، كتاب تخين جدا، يمكن انتوا شفتوه في فيديوهات قبل كده، وحسيت كده ان ده محتاج يبقى قراءة دائمة كده، هقعد ادرس فيه الايام اللي جاية، فانا محتاجة كتاب سريع اقلبه. فالفترة اللي فاتت كنت بقرا ميكافيلي اللي هو البرنامج، سوري، الكتاب بتاعه الحلو قوي اللي اسمه الامير، انصحكم ان انتوا تقروه. الكتاب دسم قوي، احلى من ما كنت اتخيل، وللاسف انا ما كنتش قريته من زمان، فقررت ان انا اقراه. ودلوقتي بقى اللي هي ان شاء الله تبقى البيوغرافي، بيوغرافي هدي لاموار. اشوفكم كمان شويه. مثال صارخ للمهام المتوازية. ده انا قاعدة عمالة بطبق الغسيل وفي نفس الوقت قاعدة عمالة بتفرج على فيديوهات او على حاجة خفيفة احيانا، مثلا باكنس، وبسمع كتاب مقروء احيانا، مثلا واقفة في المطبخ بغسل المواعين، وفي نفس الوقت ابني مثلا جنبي بنتكلم في assignment عنده في المدرسة مثلا. أي حاجة تقدروا تعملوها مع بعض هي دي اللي أنا بسميها المهام المتوازية. النهاردة بقى هختتم الفيديو بدري عشان في secret project أنا شغال عليه. إن شاء الله إن شاء الله في مارس هقول لكم إيه هو البروجكت اللي أنا كنت شغال عليه، وإيه هو الحاجة كده السرية اللي أنا كنت شغال عليها، وهقول لكم تفاصيل أكتر. تصبحوا على خير.